السلام عليكم. تشوفون هذا الجمال، تشوف الأوراق ما شاء الله متدلية وحلوة، من يعرفها؟ أعتقد 95% من هواة الزراعة وأهل الزراعة ما يعرفوها، غير منتشرة بالعراق نهائيا. يعني إذا نحسبها كل 200-300 مشتل تلقاها وحدة موجودة فقط، نهائيا ماكو، مو اي مشتل تلقاها موجودة هاي الشجرة. هاي اسمها الجلندرة. شوف الجمال ما شاء الله، راح تبلش الزهر. وين اكو اشجار بالشتاء الزهر؟ هذه الجلندرة ان شاء الله راح اصور لكم اياها، من تكون عبارة عن لوحة فنية من اللون البنفسجي. روعة بالجمال ما شاء الله، مقاومة لكل الظروف، حر برد تزهير كثيف، أوراقها كلش حلوة زي ما تلاحظون. يعني أنا حاول أريد أقلمها حتى أخذ أقلامها استفاد من عندها، بس لقيت مشارة التزهير هذه غيرت رأيي وتركتها. العوض بالله، هذا موسم ما راح اكثر من عدها. تحياتي للجميع.